طيب الله أوقاتكم من جديد. الفصل الأول الجزء الثالث، سنتحدث في هذه المحاضرة عن قانون الصحة العامة، وهو قانون الصحة العامة الصادر أثناء فترة الانتداب البريطاني على الأراضي الفلسطينية. قانون الصحة العامة لسنة 1940 ميلادي، نظام الصحة العامة، ويسمى النوعية الصحية لمياه الشرب. إذا أول قانون أصدر هو قانون الصحة العامة لسنة 1940، وكان يسمى النوعية الصحية لمياه الشرب، واختص بمياه الشرب كصحة عامة وأمور أخرى دعونا نراها في هذا التشريع. قانون الصحة العامة عملا بالصلاحيات المخولة لي في المادة 52 ب من قانون الصحة العامة لسنة 1940، أصدرنا النظام التالي. طبعا هنا المشرع أو الواضع للقانون يقول هنا: عملا بالصلاحية المخولة لي في المادة رقم 52 فرع ب من قانون الصحة العامة الصادر سنة 1940، أصدرنا النظام التالي. مادة رقم 1، تعريفات أو تعاريف الفحص. هنا دعونا نتوقف دقيقة قبل ما أكمل. أحب أقول المصطلحات هنا تنطبق على التعريف، تعريفات المصطلحات هنا تنطبق على القانون هذا فقط. يعني ممكن نجد كلمة فحص لها معنى آخر في مواقع أخرى، في مواد أخرى، مساقات أخرى، وقواميس وتفاسير ودساتير أخرى. ما نجده هنا من تعريفات هو خاص بهذا القانون فقط. تمام، المادة 1 نكمل، هي التعريفات. الفحص هو فحص مياه الشرب في مختبر معتمد بالطريقة المقررة في الكتاب. الكتاب هنا اللي هو الكتاب الرسمي، مش كتاب المادة، لا، الكتاب الرسمي بالتكليف. الفحص المعاد، الفحص الذي يجري للكشف عن ميكروبات الكوليفورم، اللي هي الكوليفورم، الميكروبات الكوليفورم البراز، ميكروبات الكوليفورم وميكروبات كوليفورم البراز، طبعا هنا في مياه الشرب. الفحص المعاد اسمه الفحص المعاد، هو الفحص الذي يجري للكشف عن ميكروبات الكوليفورم وميكروبات كوليفورم البراز. بدنا نحفظهم هاي التعريف يا بنات. الفحص الكيميائي أو الكيماوي يشمل الفحص الفيزيائي أو الأورجانوليتي، يعني الأورجانوليك، أورجانيك أو هنا باللغة العربية اللي هو الطبيعي أو العضوي. الفحص الميكروبي، الفحص الذي يجري للكشف عن ميكروبات الكوليفورم. الفحص الميكروبي الكامل، نضيف كلمة كامل، يختلف التعريف. إذا هو الفحص الذي يجري للكشف عن ميكروبات الكوليفورم وميكروبات كوليفورم البراز وميكروبات الستريبتوكوكوس البراز، وإحصاء عام للعدد الميكروبي في هذا التحليل. إذا هذه التعريفات أتت في هذه المادة خاصة بقانون مياه الشرب. الكتاب اللي اجى في تو في المادة الأولى وقلنا عنه الكتاب، هو الكتاب المكلف، هو كتاب أو أي طبعة لاحقة أودعت نسخة منه في مكتب ضابط الشؤون الصحية في الإدارة المدنية في المنطقة. إذا الكتاب هو النص الذي تودع نسخة منه في مكتب ضابط الشؤون الصحية أو أي طبعة لاحقة أعدت لغرض توضيح الشؤون القانونية في هذا الكتاب. ما هو تعريف المياه المعالجة؟ المياه التي مرت بعملية تعقيم، وبكل عملية يراد بها تحسين نوعيتها الصحية. شوفوا التعريف كيف كان زمان للمياه المعالجة. المياه المعالجة ممكن اليوم في علمنا الحديث أو في قانون الصحة العامة الجديد يختلف التعريف تماما، ولكن المياه المعالجة في قانون الصحة العامة لسنة 1940 كان تعريفها المياه التي مرت بعملية تعقيم، وبكل عملية يراد بها تحسين نوعيتها الصحية. المختبر المعتمد اللي ورد قبل قليل في بعض المواد هو المختبر الذي يشمل
ويشمل كل من فوضته السلطة الصحية لتنظيم كشف صحي بمقتضى هذا النظام. إذا أي مختبر توكل إليه مهمة التفويض هاي، مهمة تنظيم الكشف الصحي بمقتضى هذه الأنظمة والقوانين والشروط والاشتراطات، هو المختبر المعتمد إذن هنا حسب القانون. مصادر المياه، أتى القانون هنا يعرفها مصادر المياه حسب المعنى المخصص لها في هذا الأمر بشأن المياه. في قطاع غزة كان هناك الكتاب رقم 495 لسنة 5735 سنة اليهودية، و 1974 في حينه يعني بعد هذا التشريع عرفها مصادر المياه المستعملة أو المعدة للاستعمال في توريد مياه الشرب، وتشمل البئر المزدوجة الغاية بموجب المادة رقم 16 في نفس القانون. نقاط الدخول إلى شبكة توريد المياه، ما هي تعريف هذه النقطة؟ نقاط الدخول إلى شبكة توريد المياه للمواطنين هي النقطة التي أو النقاط هي تشمل كل نقطة في خط المياه الذي يورد المياه مباشرة إلى عدد من القرى التي لا يزيد مجموع سكانها على 5000 نسمة. إذا حدد التشريع 5000 نسمة من القرى التي لا يزيد سكانها عن هذا المجموع، ويورد لهم المياه بشكل مباشر من هذا البئر أو شبكة توريد المياه. الكشف الصحي هي الفحوص التي تجري أو تجرى في مختبر معتمد لاكتشاف، مرة ثانية المختبر المعتمد لاكتشاف عوام أو بشكل عام تلوث مياه الشرب، والتي تشمل الفحوصات الكيميائية وفحوصات الميدان والفحص وكل فحص آخر وكل وسيلة أو طريقة يرى المختبر، طبعا هنا المختبر المعتمد، أنها ضرورية لاكتشاف سبب التلوث. يعني ممكن يعيد الفحص كذا مرة بكذا أسلوب حتى يرى ما هو سبب التلوث. مادة رقم 2، شوف كل هذا مادة رقم 1 اللي كانت قبل شوي. فمادة رقم 2 مياه غير صالحة للشرب. كيف تكون المياه غير صالحة للشرب؟ طبعا مش تعريفات عشوائية، فيجب أن يكون هناك قانون يعرف المياه الغير صالحة للشرب. ففي المادة رقم 2 في هذا القانون عرفت المياه الغير صالحة للشرب، تكون المياه بشروط معينة غير صالحة للشرب إذا توفر فيها أحد الأمور التالية: ألف با جيم في السلايد هذا. إذا ظهر ألف، إذا ظهر من الفحص اللي عمله المختبر المعتمد أو الفحص المعاد أو الفحص الميكروبي الكامل أن فيها ميكروبات الكوليفورم البراز، يعتبر غير صالح للشرب. ب، إذا ظهر من فحص المياه المعاد أن فيها أكثر من 10 ميكروبات كوليفورم في 100 ملي من المياه، 10 ميكروبات كوليفورم في كل 100 ملي لتر من المية، تعتبر غير صالحة للشرب. جيم، إذا ظهر من الفحص الكيميائي أن المياه تحتوي على أحد العناصر أو المركبات الواردة في الحقل ألف من الذيل الأول، طبعا هذه جداول موجودة في الكتاب وأنا ما شملتها في السلايدات هان حتى ما نزعجكم فيها لأنه أرقام، بما يتجاوز التركيز الوارد إزاؤها في الحقل رقم ب من نفس الجدول، من نفس الجدول أو من نفس الذيل الأول. إذن هناك أرقام إذا زادت عن حدها تعتبر المياه غير صالحة للشرب. مادة رقم 2 تابع دال، إذا ظهر من الفحص وجود أحد العناصر أو المركبات أو الخصائص الواردة في الحقل ألف من الذيل الثاني بما يتجاوز ما ورد إزاءها في حقل جيم، إذا ظهر من الفحص الكيميائي أي تركيز من تركيزات الفلور في المنطقة الواردة في الذيل الثالث يتجاوز التركيز الوارد إزاءها في الحقل جيم، طبعا هناك نسب وأرقام يا بنات حددت من قبل الصحة العامة بهذه التركيزات. إذا أشار الكشف الصحي حسب رأي السلطة الصحية
إلى أن استعمال المياه الشرب هاي قد يضر بالصحة العامة. طبعا هنا رأي لازم يكون محكم، رأي هنا لازم يكون محكم. مادة 3، الفحوص المعادة. ألف، متى نعيد الفحوص؟ إذا ظهر من الفحص الميكروبي لمياه الشرب أن فيها ميكروبات كوليفورم بعدد يتراوح ما بين 3 ميكروب و10 ميكروبات في كل 100 ملي لتر من المياه، على مورد تلك المياه أن يقوم بإعادة فحص المياه خلال 10 أيام من تاريخ انتهاء المختبر المعتمد من إجراء أول فحص. إذا ظهر من الفحص الميكروبي لمياه الشرب أن الميكروبات موجودة كوليفورم، ميكروب الكوليفورم بعدد يتراوح ما بين 3 إلى 10 ميكروبات في كل 100 ملي لتر من المياه، يجب على مورد هذه المياه أن يقوم بإعادة فحص المياه خلال 10 أيام من تاريخ انتهاء المختبر المعتمد من إجراء الفحص الأول. يعني بعد 10 أيام من الفحص الأول من قبل المختبر المعتمد فقط، عندما يكتشف أن بين 3 إلى 10 ميكروبات موجودة في كل 100 ملي، وهنا تعتبر المياه غير صالحة للشرب، إذا يوجد هناك فحوص معادة إذا ظهر هذه النتائج، حتى نتأكد من خلو المياه من الجراثيم وتكون صالحة للشرب بعد ظهور نتيجة سليمة. ب، في نفس المادة، إذا ظهر من الفحص الميكروبي لمياه الشرب أن فيها ما يزيد على 10 ميكروبات كوليفورم في كل 100 ملي من المياه، آسف على الأخطاء المطبعية، فعلى مورد تلك المياه أن يقوم بإعادة فحص المياه خلال 72 ساعة من موعد انتهاء المختبر المعتمد من إجراء الفحص، حتى يتم التأكد من عدم إصابة الناس بالكوليفورم وبالنزلات المعوية من قبل هذه المياه. يجب إعادتها 72 ساعة الفحص، ضروري جدا هذه النقطة. إذا ظهر من الفحص المعاد بمقتضى الفقرتين السابقتين ألف وباء قبل شوي أن فيها ميكروبات كوليفورم بعدد يتراوح ما بين 13 ميكروب في كل بين 3 عفوا و10 ميكروبات في كل 100 ملي من المياه، فعلى مورد هذه المياه أن يقوم بإجراء الكشف الصحي خلال 10 أيام من موعد انتهاء المختبر من إجراء الفحص المعاد. المادة رقم 4، التجاوز في خصائص مياه الشرب. متى يسمح القانون بالتجاوز؟ إذا ظهر من الفحص وجود أحد العناصر أو المركبات أو الخصائص الواردة في الحقل الألف من الذيل الثاني في الجداول اللي في آخر التشابتر هذا بما يتجاوز التركيز أو الخصائص الواردة إزاءها في الحقل باء، فعلى المورد هنا للمياه إجراء ما يلي الأعمال التالية. 1، ضروري جدا وهذا قانون، يعني ما في شيء فيها لعب، يجب عليه إبلاغ السلطة الصحية بذلك دون تأخير. إجراء نمرة 2، إجراء كشف صحي أو أي عمل آخر حسب ما تقر السلطة الصحية لاكتشاف أسباب هذا التجاوز. 3، تنفيذ تعليمات السلطة الصحية لإزالة أسباب التجاوز، ومن هنا يسمح له باستمرار عمله. مادة 5، تركيز الفلور. الفلور هو الواقي من تسوس الأسنان ويعطي صحة للأسنان، يوضع في الماء ويعقم أيضا. دعونا نرى مادة 5، تركيز الفلور. إذا ظهر من الفحص الكيميائي أن تركيز الفلور في مياه الشرب في منطقة معينة كما ورد في الدائرة الثالث يقل عما ورد إزاءها في الحقل باء، يعني في النسبة اللي شرطتها وزارة الصحة أو دائرة الصحة في هذاك الوقت، إذا التركيز ظهر يجوز للمورد أن يضيف إلى المياه كمية من الفلور حتى يبلغ التركيز النسبة الواردة في الحقل جيم، وذلك بالطريقة والكمية الواردة أدنى. يعني هم بيفحصوا الفلور حتى يتأكدوا من التعقيم والفلورايد
منع تسوس الأسنان، وهو الفلور أصلا للتعقيم من البكتيريا ومن الشوائب الأخرى. إذا تجاوز هنا الحد الأدنى، طبعا احنا بنتكلم يعني الفلور بكونش في النسبة المطلوبة بناء على الجداول، فيجب إضافة الفلور بكمية حتى تبلغ التركيز المطلوب. يركب المورد جهاز لفلورة المياه، يعني لكي يعطي المياه كميات الفلور التي يجب أن تضاف بكميات دقيقة. طبعا هذا الجهاز اعتمدت السلطة الصحية على أن يكون فيه مقياس لتسجيل التركيز بصورة تلقائية، يعني هذا التركيز وهذا الجهاز يستخدم الفلور لإضافته للماء بشكل تلقائي. يقوم المورد بتشغيل جهاز الفلورة بحيث لا يزيد تركيز الفلور في المياه على ما ورد في الحقل دال من الذيل الثالث. يحفظ المورد التسجيلات التي يجريها مقياس التسجيل تبع الجهاز بمقتضى البند رقم 1 لمدة سنة. لا تستغربوا من الرقم، يجب المتابعة من تاريخ التسجيل، حيث يجوز للسلطة الصحية وللطبيب الحكومي ولكل من يفوض قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في هذاك الوقت في المنطقة الاطلاع على هذه التسجيلات في كل وقت معقول. مادة 6، إحالة نتائج الفحص. إذا توفر في مياه الشرب أحد الأمور المبينة في المادة 2، فعلى المختبر المعتمد أن يقوم دون أي تأخير بإحالة هذه النتائج إلى السلطة الصحية حتى يتم مراجعتها والموافقة عليها. مادة رقم 6 فرع باء، على المورد أن يحيل إلى السلطة الصحية مرة كل شهر نتائج جميع ما أجراه المختبر المعتمد من فحوصات خلال الشهر على مصادر المياه التي يوردها. مادة رقم 7، عدم صلاحية المياه لخطورتها على الصحة العامة. كيف تكون مياه عديمة الصلاحية إذا كانت خطيرة على الصحة العامة؟ طبعا، ولكن القانون هنا حكمها المادة ألف، البند ألف من المادة 7. إذا السلطة الصحية اشتبهت أو المورد اشتبه ضمن الحد المعقول بأن توريد المياه للشرب قد يعرض الصحة العامة للخطر بسبب شكل المياه أو نوعية المياه الصحية، تعتبر هذه المياه غير صالحة للشرب. إذا ظهر من أي فحص كيميائي يقوم به المختبر المعتمد أن هناك تحتوي مياه الشرب حسب رأي السلطة الصحية أو المورد على مواد مثلا كيميائية سامة من غير المواد اللي صرح فيها القانون وسمح فيها القانون في الذيل الأول وبالتركيز المعقول أيضا المصرح فيه، هذه المواد ممكن تعرض الصحة العامة وتعرض المواطن للخطر. هنا تعتبر المياه غير صالحة للشرب تحت هذه الشروط. جيم، إذا اعتبرت المياه غير صالحة للشرب تحت البند واحد ألف وباء قبل قليل بمقتضى هذه المادة، وجب على مورد المياه إجراء الأعمال التالية. فقط إذا اعتبرت المياه غير صالحة للشرب، ماذا يجب عليه أن يفعل؟ يجب أن يوقف توريدها فورا. رقم 2، إبلاغ السلطة الصحية بذلك دون تأخير حتى لا يتم عقابه ولا يظهر الخطر على المواطنين. نمرة 3، يمنع من استئناف توريد وتوصيل مياه الشرب للمواطنين المورد هذا إلا بعد الحصول على تصديق وشهادة معتمدة من السلطة الصحية بخلو الماء من الشوائب وبعد تنفيذ الشروط التي قررتها لإخلاء الضرر من المياه. مادة رقم 8، هنا نتكلم عن مصدر مياه الشرب. بند ألف، لا يجوز لأي مورد من موردين المياه توريد مياه للشرب من مصدر للمياه فيما يلي مصدر مياه الشرب، يسمى المصدر هنا مصدر المياه، مصدر مياه الشرب، إلا إذا اعتمدت
السلطة الصحية هذا المصدر كمصدر لتوريد مياه الشرب، تمام؟ ب لا تعتمد السلطة الصحية مصدر مياه الشرب إلا إذا توفر في أحد الأمور الآتية: نقطة، إذا تقرر عدم صلاحية مياه الشرب لا يتم اعتماده، إذا ظهر من الفحص الميكروبي الكامل وجود ميكروبات الكوليفورم بالذات كوليفورم البراز أو ميكروبات الستريبتوكوكس في البراز في 100 مللتر من المياه أو وجود أكثر من 1000 ميكروب في المللتر الواحد عند الإحصاء العام للميكروبات، فبالتالي لا تعتمد السلطة المحلية مصدر مياه الشرب. إذا لم تقتنع بنتائج الفحوصات الكيميائية، يعني إذا كان هناك لبس أو شك من قبل السلطة الصحية في نتائج الفحص الكيميائي لا يتم اعتماده. يقدم طلب اعتماد أو يقدم طلب اعتماد مصدر مياه الشرب إلى السلطة الصحية قبل مورد المياه من قبل مورد المياه مرفقا بما يلي: يقدم هذا الطلب لاعتماد مصدر مياه الشرب من قبل المورد حتى يتم إقراره، إذا كانت هناك نتائج يجب أن يرفقها، وإذا كانت طبعا النتائج هنا المبينة في الذيل الأول والثاني والثالث من هذا النظام، ونتائج كل فحص آخر أقرته السلطة الصحية، ونتائج الفحص الميكروبي هناك في الفقرة دال يجب أن يقوم المورد بإجراء الفحوص الميكروبية في مصدر المياه مرة كل 6 أشهر، مرة كل نص سنة إلا إذا أمرت السلطة الصحية بخلاف ذلك، حتى يتم متابعة حالات التلوث ومتابعة الصحة العامة للمواطنين. مادة رقم 9، شطف شبكة المياه وتعقيمها. شبكات المياه يجب متابعتها وشطفها وتعقيمها باستمرار حسب المادة رقم 9. على المورد للمياه قبل توريده للمياه الشرب من شبكات المياه الجديدة أو من أي شبكة قام بتصليحها أو بتغييرها عليه أن يقوم بما يلي: يجب أن يبلغ السلطة الصحية عن تصليح أو تغيير أي شيء في شبكة المياه. يجب عليه شطف وتعقيم شبكة المياه وفقا لتعليمات السلطة الصحية وليست تعليماته أو آرائه أو أهواءه هو، لا، تعليمات السلطة الصحية. يجب على المورد أن يقدم عينة من مياه الشبكة إلى المختبر المعتمد حتى يقوم هذا المختبر بإجراء الفحص الروتيني من ميكروبي وكيميائي وفيزيقي وأي فحص آخر تقرر السلطة الصحية حتى يتم اعتماد صلاحية هذه الشبكة مرة أخرى، وتشهد السلطة الصحية بأنها معقمة وتسمح بتوريد المياه فيها للمواطنين. مادة 10، المياه المعالجة والمياه الراكدة في الخزان. الخزانات إذا كانت هناك تحتوي على مياه معالجة ومياه راكدة لها حكم. مياه الشرب التي جرت معالجتها ومياه الشرب الراكدة في الخزان أكثر من شهر يجري فحصها فحص ميكروبي بمقتضى المادة رقم 3 من هذا القانون، يعني لو رجعنا للمادة رقم 3 بنشوف ايش اللي النص اللي هي صلاحية مياه الشرب. مادة رقم 11، فحص المياه المعقمة. إذا مرت مياه الشرب بعملية تعقيم بالفلور طبعا من أجل ملازمتها للنوعية، من أجل ملازمتها حتى يعني للنوعية المقررة في هذا النظام حتى تكون يعني من النوعية الجيدة والنوعية السليمة والصحية والخالية من الأمراض والميكروبات، وجب فحصها فحص ميكروبي مرة على الأقل كل أسبوع على أن تفحص عملية التعقيم عدة مرات في اليوم، يعني مرة الصبح ومرة الظهر ومرة المساء على مثل أو على سبيل الفرض. مادة 12، فحص المياه في شبكة توريد المياه.
تفحص مياه الشرب في شبكة توريد المياه فحوصا ميكروبية حسب عدد السكان في المكان اللي بتورد له الشبكة، كما هو منصوص في الحق الألف من الجدول الأول للذيل الرابع، خلال الأوقات المبينة إزاؤه في الحق الباء، على أن لا يقل عدد الفحوص التي تجرى كل شهر عن عدد الفحوص الواردة إزاؤها في الحق الجيم. يعني هناك نظام وسيستم وجداول يجب اتباعها في فحص مياه الشرب. لا أطلب منكم الرجوع لهذه الجداول حتى لا يتم إرباك أفكاركم وإرباك حفظكم لهذه المادة، هي فقط للمتابعة وللاستدلال فقط. مادة رقم 13، الفحص في نقاط الدخول إلى الشبكة الخاصة بتوريد المياه. ألف، تفحص مياه الشرب التي لم تجري معالجتها فحصا ميكروبيا في نقاط دخول هذه المياه للشبكة، وشبكة توريد المياه حسب عدد السكان في هذه الأوقات اللي بينها في الحق الباء في الجداول. عفوا، تفحص مياه الشرب التي جرت معالجتها فحصا ميكروبيا في نقاط الدخول حسب عدد السكان الواضح في ذيول الجداول والحقول الخاصة بها. الفحوص المكثفة في مادة 14، إذا كان هناك خطر لانتشار وباء أو تشتبه البلد أن هناك تلوث مصدر المياه، وجب فحص مياه الشرب أنواع الفحوصات كلها التي تقرها السلطة الصحية وفي الأوقات التي تعينها. مادة 15، طرق الفحص الإضافية. يجوز للسلطة الصحية، القانون هنا شرع إجازة، يجوز للسلطة الصحية إذا ارتأت حسب ظروف الحال أن تأمر بخصوص الأمر الهان بإجراء فحوصات بطرق أخرى مختلفة عن الطرق المقررة في الكتاب أو في النص أو في التشريع، وعندئذ هان تحل طرق الفحص هذه محل الطرق المقررة في الكتاب. إذا أقر القانون طرق فحص إضافية تحل محل الطرق المقررة في الكتاب بخصوص هذا الأمر وتعتبر نافذة، وتلغي نص الفحوصات المقررة في الكتاب الأصلية إن لم تكن مكملة. تمام، يعني يا مكملة يا بديلة. مادة 16، مياه الشرب من آبار التسريب المزدوجة الغاية. مزدوجة الغاية يعني تستخدم للشرب وهناك استخدامات أخرى لها، يعني مثلا الزراعة، الري، المصانع. مياه الشرب المستخرجة، طبعا البند ألف، مياه الشرب التي تستخرج من مصدر المياه الذي جرى تسريب مياه الشرب إليه فيما يلي البئر المزدوجة الغاية تعتبر صالحة للشرب إذا توفر فيها ما يلي. ألف أو واحد أو بند نقطة هنا، أن السلطة الصحية اعتمدت هذا المصدر كمصدر المياه بمقتضى المادة رقم 8 قبل شوية. 2، جرى تعقيم المياه. 3، الفحص الميكروبي الكامل لعينة مياه مأخوذة من نقطة معينة في الشبكة تقع قبل جهاز التعقيم. طبعا لو بعد جهاز التعقيم هتتعقم النقطة هاي، لكن لا، أنا بديها قبل جهاز التعقيم. لو أن هذا الفحص أثبت عدم وجود ميكروبات الكوليفورم تبعت البراز أو ميكروبات الستريبتوكوكوس البراز تعتبر هنا نظام سليم. نقطة، شرط آخر، فحص الميكروبي أثبت عدم وجود أكثر من ميكروبين من ميكروبات الكوليفورم في 100 مللتر المعقمة من المياه. إذا طلبت هنا السلطة الصحية إجراء أي فحص كيميائي للمياه وألا تشد هاي النتائج وتخرج عن أحكام هذا النظام، يعني برضو بالأرقام محدودة مهما كان إيش نوعية الفحص، يقوم مورد المياه هنا بإبلاغ السلطة الصحية خطيا عن تاريخ ضخ الإنعاش الذي ينوي بعده إيصال البئر المزدوجة الغاية بشبكة مياه الشرب. ملاحظين هنا في القانون كان شديد، قانون الصحة العامة سنة 40 لغاية ما أجى الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، وأيضا هو معمول فيه وكان ينفذ حرفيا بحذافيره حفاظا على صحة الناس. مادة 17، أخذ العينات.
ألف عينة طبعا من مياه الشرب على كل من يأخذ، أو الشخص الذي يأخذ عينة من مياه الشرب لفحصها بمقتضى هذا النظام أن يكون ذا أهلية مناسبة اعتمدتها السلطة المحلية والصحية لذلك. يعني مش أي واحد بيأخذ عينة المية للفحص، لا، حسب القانون يجب أن يأخذ العينة شخص مكلف من قبل السلطة الصحية. ب. تسري أحكام الباب الأول من الذيل الخامس على أخذ عينات مياه الشرب لإجراء الفحص الميكروبي أو الفحص المعاد أو الفحص الميكروبي الكامل. يعني إذا أخذنا عينة يجب تطبيق هذا الباب، ب. يجب أن يطبق الفحص الميكروبي والمعاد والفحص الميكروبي الكامل. تسري أحكام الباب الثاني من الذيل الخامس على أخذ عينات مياه الشرب لإجراء الفحص الميكروبي. يعني لو حسن الاطلاع رحنا شفنا الجداول ايش بنقول، حنفهم ليش هنا مشدد كتير على هذه الفحوصات. مادة 18 بعد موعد الفحص. ألف بعد أن تؤخذ عينة مياه الشرب لإجراء الفحص الميكروبي أو الفحص المعاد أو الفحص الميكروبي الكامل، ينبغي أن تحفظ بدرجة العينة طبعا، تحفظ بدرجة حرارة تتراوح ما بين 4 إلى 10 درجات مئوية لحين إجراء الفحص لكي لا تفسد العينة، حتى لا تفسد العينة ولا تنشط البكتيريا الموجودة فيها بشكل يعني ملحوظ. ب. يجري الفحص المذكور على هناك في الفقرة ألف، فقرة ألف، في موعد أقصاه 6 ساعات من ساعة أخذ العينة. يعني بعد 6 ساعات تفسد العينة، فالقانون هنا وضح أنه 6 ساعات. جيم يجوز للسلطة الصحية في حالات استثنائية وبناء على طلب المورد أو المختبر المعتمد ألا يرفض نتائج الفحص المذكور اللي جرى بعد 6 ساعات من أخذ العينة، أو إذا كان بعد 6 ساعات من أخذ العينة، أو إذا جرى قبل مرور 24 ساعة على أخذها. يجوز للسلطة الصحية في حالات استثنائية وبناء على طلب هذا المورد أو المختبر لا يرفض هذه النتائج. طبعا هنا واضح حالات استثنائية فقط. تسجيل البيانات في مادة 19 المتعلقة بالعينة. ألف على من يأخذ العينة، الشخص هنا اللي تم تعيينه. هذا الشخص يجب عليه أن يعبئ البيانات الواردة في النموذج المدرج في الذيل السادس، يعني تفاصيل أخذ العينة وتاريخها وساعتها وإيش ملاحظاته. توضع نفس العلامة على النموذج وعلى الوعاء الذي يحتوي على عينة المياه، يعني الرقم، نفس السيريال نمبر حتى ما توش العينة، يعني على العبوة وعلى الفورم. مادة رقم 20 بدء السريان. يسري هذا النظام اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. طبعا هنا التشريطات أو الاشتراطات التي يبنى عليها القانون. مادة 21 الاسم، يسمى هذا القانون أو يطلق على هذا القانون اسم نظام الصحة العامة النوعية الصحية لمياه الشرب منطقة قطاع غزة وشمال سيناء لسنة 1981 والسنة اليهودية 5742. يعني تم تجديد هذا القانون الصحة العامة سنة 1940، ظل ساري المفعول لغاية تواريخ معينة ومنها هذا التاريخ هنا.